أهلا بكم. أعلنت محافظة واسط عن حاجتها لبناء أكثر من 500 مبنى مدرسي في المحافظة التي تعاني من نقص شديد في عددها. وقالت مديرية تربية واسط أن المحافظة تضم 1150 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومهنية موزعة بين نحو 600 مبنى بسبب الدوام المزدوج، مبينة أن المديرية تحتاج إلى بناء أكثر من 500 مبنى جديد لحل أزمة الدوام المزدوج في محافظة واسط. وأضافت أن تخصيصات وزارة التربية لا تكفي لبناء أكثر من مدرستين سنوياً. أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن ضبط 16 سيارة دون الموديل المسموح باستيراده من مركزي أو في مركزي جمرك أم قصر الشمالي. وأضافت الهيئة أن السيارات ضبطت مخفية داخل أربع حاويات حجم 40 قدم خلف أثاث منزلي في محاولة لتهريبها، قبل أن تقوم لجنة مشتركة بمشاركة الجهات الساندة بإجراء الكشف عليها وإحالتها للقضاء. يذكر أن عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية العراقية تتورط فيها كثير من الجهات الحكومية والميليشيات المتنفذة. قال شركة غازبروم النفطية الروسية إنها مهتمة بالتوسع في العراق، حيث تتولى تطوير حقل بدرة في محافظة واسط، كما أنها تفحص حقل المنصورية الغازي قرب الحدود مع إيران أيضا. ويعد العراق صاحب ثالث احتياطي عالمي من النفط بعد فنزويلا والسعودية، ومع ذلك تتخطى نسب الفقر 60% من سكانه، كما أنه يحتل المرتبة الثالثة في الفساد الحكومي منذ عام 2003. قالت كوريا الجنوبية إنها أوقفت كل واردات النفط الخام من إيران في شهر أيار مع انتهاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية على إيران في بداية الشهر الماضي. وكانت كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم من بين الدول التي منحتها واشنطن إعفاءات لمدة 6 أشهر في تشرين الثاني من العام الماضي، واستأنفت استيراد النفط الإيراني ابتداء من كانون الثاني من هذا العام بعد توقف استمر 4 أشهر. وقال شركة أسكي إنفينشن التي تملك أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية وشركة أسكي إنشون للفتروكيماويات إنها استبدلت المكثفات الإيرانية بنفط خام من مصادر أخرى من بينها قطر وروسيا. أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني أن شركات روسية وأوروبية مهتمة بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز في وقت يستعد فيه لبنان لحفر أول بئر نفطية في شهر كانون الثاني من هذا العام. وأضافت الوزيرة بستاني أن بيروت فتحت مجالا للتفاوض مع قبرص ومصر، وأن ثمة مجالا بالتأكيد للتفاوض مع دمشق بشأن البلوكين الأول والثاني الحدوديين بين البلدين. ويعلق اللبنانيون آمالا كبيرة على التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلهم البحرية الذي سينعش اقتصاد بلادهم المتداعي. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.